أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء أن نجاح مملكة البحرين في استقطاب الفعاليات الإقليمية والعالمية في مختلف المجالات أساسه روح التنافس التي يتمتع بها أبناء البحرين وطموحهم المستمر لرفعة الوطن حتى أصبحت المملكة محل ثقة وتقدير لقدرتها التنظيمية العالية وما يتبع هذا التنظيم من نجاحات متوالية خاصة في المحافل الرياضية. منوها سموه بما يحظى به قطاع الشباب والرياضة من دعم واهتمام من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وقال سموه إن استضافة البحرين لبطولة الشرق الأوسط للرجل الحديدي لسنوات متتالية ونجاحها في تحقيق التميز في التنظيم دليل على ما تزخر به المملكة من طاقات هدفها نجاح البحرين على الدوام، مؤكدا سموه بأن هؤلاء الشباب المخلصين هم ثروة الوطن وعماده الذين نفخر بهم ونسعى دوما للاستثمار فيهم وخلق الفرص أمامهم من أجل مواصلة الإبداع والتميز. جاء ذلك لدى تفضل سموه حفظه الله برعاية حفل ختام بطولة الشرق الأوسط للرجل الحديدي، حيث كان في استقبال سموه لدى وصوله سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب مستشار الأمن الوطني رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة وعدد من أصحاب السمو والمعالي والسعادة من كبار المسؤولين، وتفضل سموه بتكريم أبطال الرجال والسيدات الحاصلين على المراكز الأولى في مختلف الفئات، كما تم تكريم سميرة البيطار ومحمد عيسى عبد الله بحصولهما على لقبي السيدات والرجال في فئة البحرينيين. وأشاد صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بجهود سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة وما يقدمه من رعاية واهتمام لتطوير قطاع الشباب والرياضة الذي كان له الأثر الواضح في تحقيق الإنجازات المتوالية بمختلف المحافل الرياضية على الأصعدة المحلية والإقليمية والدولية. وتم خلال الحفل الذي أقيم في منطقة خليج البحرين تتويج الفائزين في الفئات المختلفة والشركات الراعية واللجنة المنظمة.